لاعبين. زاد نفس انا في تقديري نفس ما قال الكابتن علي، هو لم تراجع شويه نتيجه بعد الاصابه كسلطان الغنام، نزل شويه مستواه وهذا طبيعي في اللاعب، فبتوقع لما يرجع للفورمه نتاعه ويرجع ياخذ اكثر ريتم المباريات فاتوقع راح تكون الجبهه هذيك زاد قويه في فريق النصر. بس كابتن يوسف هي المشكله حتى على المستوى الدفاعي، المستوى الدفاعي ممكن اوكي الامكانيات في الواحد ضد واحد هذه ممكن اوكي انا اتفق معك في الاصابه، لكن في التغطيه والتمركز وهذا لا يعاني النصر. تفضل. هنا اذا كان حتى كان مش نتكلموا على جوانب دفاعيه، حتى كونان يعاني في جوانب الدفاعيه. صحيح اليوم شفناه معناه يعاني كثير، مش اليوم حتى في الاهداف النصر هو معروف كونان في الحاله الهجوميه جيد لكن دفاعيا مش شكل عالي كثير. بروح احكي نقطه ايجابيه للنصر، التحولات الهجوميه سريعه، نوعيه اللاعبين في الامام اكيد نوعيه. ايش السبب اللي السبب نوعيه اللاعب؟ اول شيء اللي تكلمنا عنه استرجع الكره باسرع وقت، ثاني شيء الانتشار السريع من اللاعبين. اليوم لما يكون مثل الهدف الاول هذا جوده لاعب، اليوم نظره كريستيانو رونالدو لغريب كانت جدا مميزه، ثلاث تمريرات وتوصل على طول، لانك دائما هذه دائما اللمسات السريعه والقليله للمرمى هي اللي توصلك للمرمى باسرع وقت. اليوم شفنا حالات جدا كثيره، شفنا خصوصا جوستافو في الوسط دائما نظرته للامام، ورونالدو متميز. اليوم رونالدو ساعد الفريق بشكل جدا كبير ببروزه في المواقع اللي دائما يكون فيها بشكل صحيح، المساحات اللي كان خلقها في وسط الملعب هي اللي ميزت هذا.